سلام الله عليكم. التضامن بين فئات المجتمع هو واقع يعطي الدروس ويفتح آفاقا جديدة، لكن بالمقابل وجب التفكير في مؤسسته وتنظيمه بشكل مدني وحضاري حتى لا يستغل من قبل البعض فيحيد عن فلسفته وغاياته. موضوع حلقتنا اليوم نستضيفه فيه وإياكم الدكتور عبد البعيد. مرحبا أستاذ. بداية ولرفع اللبس ما بين الإحسان العمومي والتضامن المجتمعي، نرجو أن تنور المشاهدين الكرام حول مفهوم الإحسان العمومي. طيب، الإحسان العمومي طبعا هو كل ما جاء في التراث الإسلامي من صدقة أو وقف يقدمه الإنسان أو المرء من أجل خدمة قطاع معين أو إيصالها إلى فئة معينة محتاجة. هذا الإحسان طبعا من ميزات الخصوصية الإسلامية طبعا. الآن الدولة بصدد يعني بلورة قانون يحدد كيفية تنظيم وتقنين الإحسان العمومي. هناك مجموعة من الناس يريدون أن يقدموا من مالهم الخاص طبعا أموال لدعم قطاع معين أو فئات اجتماعية، أشخاص أو مؤسسات، ولكن للأسف الشديد يتم استغلال هذا الإحسان من الطرف البعض في التوظيفات السياسية، فيكون هذا الإحسان العمومي مقدم بمقابل الصوت الانتخابي، يعني الذي سيصوت في الانتخابات أو الفئة التي ستصوت في الانتخابات هي التي ستستفيد من هذا الإحسان العمومي. أقول عند البعض، بين قوسين، عند بعض الهيئات السياسية تكون هناك مقايضة بين الصوت والاستفادة من الإحسان العمومي، وهذا لا يمت لروح وفلسفة الإحسان العمومي بصلة، بل هذا يدخل في باب المساومة السياسية وشراء ضمائر الناس في الانتخابات. ووجب على الدولة والمؤسسات أن تضع حدا لهذا الاستغلال طبعا السياسي للإحسان العمومي وتوظيفه في المجال السياسي وإخراجه وإبعاده عن مساره الصرف الذي يهدف إلى تقديم المساعدة لذوي الحاجات وللناس المعوزة وللفقراء. نعم، كورونا يعني أبرزت وجه آخر في إطار التضامن المجتمعي، كيف ترون ذلك؟ برز ذلك في زمن كورونا هذا التضامن من خلال الحضور القوي للدولة وثقة المواطنين فيها ووقوف الدولة على توفير كل أشكال الدعم المادي والتحسيسي والمالي للمواطنين من خلال التعويضات التي قدمتها الدولة طبعا لمنخرطي الضمان الاجتماعي. الناس دابا راه جالسة في محلاتها، وكانت التعويضات على مستوى النصف ديال الشهر ديال مارس 1000 درهم، و ماي يونيو يوليوز الثلاث الأشهر الأخرى تكون تعويضات ديال 2000 درهم عن كل شهر. كذلك الذين لا يحصلون على بطاقة ديال الضمان الاجتماعي لهم بطاقة درامين أيضا استفادوا بمبالغ في إطار التضامن الذي يقدم من طرف الصندوق الذي أحدثه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والصندوق لمواجهة الآثار ديال جائحة كورونا. هذا الصندوق اللي ترصدت له يعني الآن
اموال يعني مهمه مبالغ، استطعنا اننا نشري بهم الدوله مجموعه من التجهيزات الطبيه في اطار التضامن ايضا اللي وضعت رغم اشاره وزاره الصحه. الان استطعت التعويض ديال مجموعه من الفئات اللي توقفات وضرات هاد الفتره هذه، ثم حتى الناس اللي ما عندهمش اصلا لا بطاقه للضمان الاجتماعي ولا بطاقه ديال الرمي الصحيه، حتى هما احدث لهم بوابه الكترونيه تم الانخراط فيها وطلب الدعم، وهم ايضا يستفيدون من 800 درهم او 1000 درهم او 1200 درهم حسب عدد الافراد المكونين للاسره. هنا برز يعني الدور الكبير الذي قدمته وقامت به الدوله في اطارها التضامني. وهذا جدد ووثق عرى الثقه بين الدوله بمؤسساتها والمواطنين بمختلف فئاته. نعم، حتى بين يعني التنظيمات المجتمعيه في اطار جمعيات مدنيه، ف يعني برز للواجهه يعني اشكال توحي بالامل فيما يخص التضامن. يعني الدوله كانت هي الحاضره بشكل قوي جدا في هذا الباب، ويبقى المجتمع المدني ابرز حضور له على مستوى التحسيس والتوعيه، بالاضافه الى بعض المحاولات من هنا او من هناك من جمعيه من هذه في اطار تقديم بعض المساعدات او القفات الغذائيه لبعض الاسر، آملا ان لا يكون في ذلك اي استغلال سياسي. نعم، شكرا دكتور على هذه الاضافات وهذه التوضيحات. موعدنا يتجدد معكم اعزائي في حلقه قادمه من برنامجكم عين على الماء.